اهلا بكم اعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. في الايام القريبه الماضيه تكررت عمليات القصف في بغداد وفي محيطها التي تستهدف السفاره الامريكيه والقواعد العسكريه التي تتواجد فيها ما يسمى بقوات التحالف الدولي، سواء كان ذلك مثل ما قلنا في محيط مطار بغداد او في محيط السفاره، المنطقه الخضراء في محيط السفاره الامريكيه، او في معسكر التاجي وغيرها. ومع الحديث عن اوامر يعني اصدرها رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي للقوى الامنيه بمتابعه هذا الموضوع ومسك من يقومون بهذا الخرق الامني وتقديم الجنات واحاديث عن يعني احاديث اطراف سبق وأن تحدثت عن وعود وتعهدات، وخاصة ميليشيات وأحزاب طبعا نتحدث عنها، قدمت وعود وتعهدات بأنها غير مسؤولة عن عمليات القصف التي حصلت في بغداد في السابق. في حومة كل ذلك، في إطار كل ذلك، عاد الحديث مرة أخرى عن ما يسمى بالطرف الثالث. خرج بعض المسؤولين في أحزاب السلطة وميليشياتها، ومنهم عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية قاطع الركابي، يقولون أن الطرف الثالث خلف هذه العمليات. قال بالنص أن من يقف خلف عمليات القصف الصاروخي في العاصمة بغداد هو الطرف الثالث. طبعا هذا يجعلنا نتحدث عن الطرف الثالث. مصطلح الطرف الثالث، هذا المصطلح بدأ استخدامه مع بداية ثورة تشرين في الأول من تشرين الأول عام 2019، ومواجهتها من قبل السلطة وميليشياتها والقوى الأمنية بالرصاص والقتل والتنكيل والاعتقالات، وبدأ سقوط الكثير من شباب العراق شهداء وجرحى. بدأ الحديث عن يعني وجود أطراف أخرى، يعني وجود طرف ثالث هو الذي يقوم. يعني الحكومة أحرجت، حكومة عادل عبد المهدي، فوجدوا تخريجة الحديث عن طرف ثالث، طرف لا يعرفون من هو، من يقوم بهذا القتل، هؤلاء المقنعين القناصة الذين فوق الأبنية الحكومية لا يعرفون من هم، وبالتالي هؤلاء طرف ثالث غير الأطراف التي يعرفها الشعب العراقي وتعرفها الحكومة. فبدأ الحديث عن هذا الموضوع، وطبعا الحكومة وأطراف العملية السياسية أحزاب وقوى وجدت في هذه العبارة أو هذا المصطلح الطرف الثالث عبارة مطاطة، وممكن أن تتحمل كل شيء، تتحمل تهم وتتحمل قتل واختطاف وكل شيء. فلذلك بدأوا يكثرون من الحديث عن مصطلح الطرف الثالث في أحاديثهم، سواء يعني بمناسبة أو غير مناسبة، وأي عمليات لتفسير أي محاولة لتفسير عمليات القتل، الجرح، الاختطاف، لابد من الحديث من قبل الحكومة وأحزابها وقواها وميليشياتها عن الطرف الثالث. لا أحد يعرف من هو الطرف الثالث. عندما يسألون من هو الطرف الثالث، يعني يقولون لدينا تحقيقات وسنخرج بنتائج من هو هذا الطرف الثالث. بعد فترة من مضي هذا الموضوع، وجدت الحكومة أن هذا المصطلح الطرف الثالث ممكن أن تستفيد منه بطريقة أو بأخرى، فبدأت بالحديث بالانتقال إلى مرحلة ثانية من استخدام هذا المصطلح. بدأت تستخدمه ضد المتظاهرين، فقالت أن الطرف الثالث هم جماعة من المتظاهرين. لاحظوا التدليس والتضليل والخداع والكذب. الطرف الثالث هم مجموعة من المتظاهرين، هؤلاء عندما يشتبكون مع القوات الأمنية وخلال اشتباكهم مع القوات الأمنية يقتلون بعضهم فيسقط العديد من القتلى والجرحى، وبالتالي هذا هو الطرف الثالث، هو الذي يقوم بالقتل وخاصة أنه قبل يعني أن يروجوا لمثل هذه، ينتقلوا إلى هذه المرحلة ويروجوا إلى أن المتظاهرين يعني هم المعنيين بالطرف الثالث، بدأوا يتحدثون عن حرائق وعن محلات تكسر، وكانت قوى أمنية وقوى ميليشياوية تقوم بهذه العملية بعيدا عن المتظاهرين وتنسب إلى المتظاهرين، وكان الكثير من المتظاهرين يخرجون على يعني الفضائيات وسائل الإعلام المتاحة لهم
لينفوا هذا، والعالم يعرف انهم يعني متظاهرين سلميين لا يحملون اي اداه يعني للعنف نهائيا، لم يستخدموا العنف، بالعكس القوات الامنيه والقوات الميليشياويه لم استخدمت العنف ضدهم. فبالتالي بداوا يستخدمون هذا المصطلح على ان المتظاهرين هم الطرف الثالث، وبدات الخيوط تشتبك بهذا الى الحين الذي اضطر المتظاهرين ان يبرزوا او الاوضاع او الحوادث خدمتهم في ابراز صوره من هو الطرف الثالث، وخاصه عندما هجمت الميليشيات على يعني منطقه جراج السنك ورفعت الشعارات والاعلام التابعه للميليشيات وقتلت العديد من المتظاهرين، وخاصه عندما هجموا اصحاب القبعات الزرق في النجف وفي كربلاء وفي الناصريه. وبالتالي ظهرت هذه المجاميع التي ترتدي الملابس المدنية وتهتف لأحزاب السلطة وتهتف لقوى ميليشياوية هي الطرف الثالث. فهنا أسقط في يد الحكومة، لم تستطع أن يعني أن تتحمل الضغط الشديد، انكشفت كل الأوراق، لم تعد تستطيع استخدام هذا المصطلح، وخاصة ظهر في ذلك الوقت وزير الدفاع السابق نجاح الشمري يقول أن الطرف أن القنابل الغاز المستخدمة ضد المتظاهر لم تسردها وزارة الدفاع وليست في مخازنها ولم تكن يعني جزءا من عتاد الأجهزة الأمنية، وهناك طرف ثالث من يستوردها. وهنا قامت قائمة الميليشيات وخاصة كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق، فبدأوا يهاجمون وزير الدفاع على هذا الكلام. الحقيقة في ذلك الوقت كان جماعة مقتدى الصدر يحاول ركوب الموجة، وعندما جاء يعني ذكر عصائب أهل الحق وأنهم تصدوا لوزير الدفاع استغلوا هذه القضية، فخرج يعني خرج العديد من القيادين من جماعة مقتدى الصدر لأنه لهم خصومة مع عصائب أهل الحق، فبدأوا يتحدثون عن أنه يعني الطرف الثالث غير موجود، مجرد كذبة، وهم جزء من الطرف الثاني، يقصدون أن العراق طرفين، الشعب والسلطة، وهم جزء من الطرف الثاني، جزء من السلطة. فرغم أنه جماعة مقتدى الصدر هم جزء من السلطة وجزء من العملية السياسية وجزء من أحزابها، لكن هكذا تحدثوا وقالوا أنه هم هؤلاء الذين ينالون من المتظاهرين، وهم طغمة، سموهم بالنص طغمة من الفاسدين والعصابات المسلحة المنفلتة. وهذه العبارة المنفلتة يستخدمها مقتدى الصدر ضد عصائب أهل الحق في كثير من المرات. الحقيقة الآن في الجزء الباقي من هذه الحلقة أقول أن العراق ليس فيه طرف ثالث، العراق طرفين، طرف الشعب وطرف العملية السياسية وأحزابها وقواها وميليشياتها، فليس هناك طرفا ثالثا. الحقيقة هذا الطرف الحكومي والأحزاب والميليشيات هذه المدعومة من إيران هي من تتولى عملية إثارة الفوضى، هي من تتولى قتل المتظاهرين، استهداف المتظاهرين، ولا يوجد طرف ثالث. لكن هذه محاولة الطرف الثالث، إيجاد الطرف الثالث وبقاء هذا المصطلح حيا يمكن أن يتحمل كل التهم، هذه يعني واحدة من فوائد، يعني ربما من فوائد هذا المصطلح الذي يعني شجعوا عليه وقبلوا به أن يحملوه كل ما يفعلونه من جرائم قتل، تدمير، قصف، حرق، وبالتالي هناك طرف ثالث وتبقى القضية قيد التحقيق والفاعل مجهول هو الطرف الثالث. فالطرف الثالث غير موجود، هو الحكومة وأحزابها وميليشياتها. أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله، إلى ذلك الحين استودعكم الله.